إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. من خلال المشروع بتاع النهاردة إن شاء الله هتقدر تجني ثمار المشروع بداية من الأسبوع الأول. يعني بداية من الأسبوع الأول هيبدأ المشروع معاك إن شاء الله يقف على رجليه وتجني ثمار المشروع ده. بس محتاج حضرتك النهاردة في المشروع تركز جدا في كل تفصيلة من التفصيلات بتاعته، وياريت لو حضرتك بتتفرج علينا تنتبه أكتر للفيديو وتجيب ورقة وقلم عشان تكتبي كل نقطة نكتبها جوه الفيديو ده. وما تنسوش طبعا قبل بداية الشروع في المشروع تعملوا اشتراك بالقناة وتفعيل جرس الكل عشان يوصلكم جديد التنبيهات، وكمان بنقدم لحضراتكم مجموعة من المشاريع لو حد عايز يتابع كل المشروعات دي. ننتقل سريعا الى المشروع بتاع النهاردة. مشروع بتاع النهاردة هنتكلم عن الخردة. حد يقول لي ده بقى انا هل انا هنزل الم الخردة دي بنفسي، او انا مش هينفع اكون في النشاط ده، او مش هينفع اكون في المشروع ده؟ لا، ينفع تكون في المشروع ده، ولكن بالاستراتيجي اللي انا هقول لك عليها دلوقتي. بالاستراتيجي اللي انا هقول لك عليها هقول لك تعمل ايه بالظبط. تمام كده، تابع معايا. عايزين بس نقول ليه مشروع الخردة بالذات، يعني ليه المشروع بتاع الخردة احنا هنختاره. تعال نشوف كده ليه مشروع الخردة احنا هنختاره. مثلا عندك سعر الكيلو البلاستيك 3 جنيه مصري، سعر طن البلاستيك المخلوط 800 جنيه، سعر طن الزجاجات المعدنية 1650 جنيه. بص بقى في التركة دي، سعر طن البلاستيك بعد غسله بالصودا الكاوية والصابون السائل المضاف اليه والماء الساخن من 3000 الى 3500 جنيه. مركز معايا، من 3000 الى 3500 جنيه. طيب سعر طن البلاستيك المخرز وذلك بعد عملية التكسير التي تتم له الى اجزاء صغيرة جدا ما بين 4500 الى 6000 جنيه مصري. مركز في التفاصيل دي؟ حلو قوي كده، انت مركز معايا في التفاصيل دي. طيب هنكسب ايه من المشروع بتاع النهاردة، او هنشتغل على المشروع بتاع النهاردة ازاي؟ هقول لك انا ازاي. اولا حضرتك الاماكن اللي بتبيع البلاستيك، الاماكن اللي بتبيع البلاستيك دي، الاماكن اللي بتبيع البلاستيك موجودة في السبتية، وفي اماكن في رمسيس، وفي اماكن مشهورة جدا موجودة هناك. دور حضرتك هتعمل ايه؟ دور حضرتك هتجيب الاطنان دي من التجار اللي موجودين هناك، هتجيبها بالاسعار اللي هي موجودة دي. يعني مثلا ممكن تجيبها بسعر 800 او سعر 1650 جنيه. حلو قوي، هتجيب الطن بسعر 1650 جنيه. ركز معايا في كل تفصيلة، الله يكرمك، وياريت حضرتك تكتبي معايا كل تفصيلة من التفاصيل اللي انا بقولها. ايه اللي انا بقولها دلوقتي؟ سعر الطن هيكون عامل معاك 1650 جنيه. حلو قوي كده، لما تطرحه من 3500 جنيه، لو انت حبيت تبيعه، يعني لو انت حبيت تجيب الطن ده وتعمل له غسيل بالصودا الكاوية وبالصابون وبالتفاصيل دي كلها، هتبيع الطن ده من 3000 الى 3500 جنيه. ودي اول فكرة من افكار المشروع، اول فكرة من افكار المشروع. ممكن حضرتك او ممكن حضرتك يكون معاكي المبلغ اللي هو 1650 جنيه، هتروح جاي واخداه مشتريه بيه طن، وبعد كده الطن ده هيجي، الطن ده هيتغسل وهيتظبط، الطن ده هيكسب معاكي 1850 جنيه. يعني لو جبنا 2 طن 1850 جنيه، لو ضربناهم في 2 هيبقى معانا الرقم بكام؟ ب 3700. طب 1850 لو ضربناهم في 3 اطنان اشتغلنا عليهم هنكسب كام؟ 5550 جنيه. طيب ده في حالة ان احنا ايه؟ ان احنا عايزين نبيعه كايه؟ كان هو بلاستيك نظيف، يعني بلاستيك مغسول. طيب لو حبينا ندخله في المرحلة اللي بعد كده بقى، ركز معايا ودي التركية الاهم جدا. لو حبينا ندخله في التركية اللي بعد كده، في مكان صغير بيحول القطع بيحول البلاستيك ده الى قطع صغيرة جدا، يعني بيحول البلاستيك الى قطع صغيرة جدا. فاحنا اولا هنمر بيه من مرحلة اللي هي التكسير، من مرحلة التكسير اللي هي تقريبا اللي احنا قلنا من مرحلة الغسيل لحد مرحلة من مرحلة البلاستيك العادي الى مرحلة الغسيل هتكسبنا 1850 جنيه. طيب لو حبينا نشوف من مرحلة الغسيل، من مرحلة عفوا البلاستيك العادي الى مرحلة اللي هي بيبقى قطع صغيرة من البلاستيك، هقول لك هتكسب كام حضرتك. لو قلنا بسم الله الرحمن الرحيم 6000 جنيه ناقص 1650 جنيه، كسبت كام في الطن حضرتك؟ كسبت 4350 جنيه. ركز في الارقام اللي انا بقولها دي، كسبت 4350 جنيه. لو ضربتها في 3 طن فانت عامل 13050، عامل 13050. قول يا سيدي هتطلع منهم مثلا، او قول اقسمهم يا سيدي الفاضل على 4،
بقى عندك كام؟ عندك حوالي 3000 وي، يعني انت 3200 و 262 طلعهم عماله، طلعهم تشغيل، طلعهم زي ما انت عايز تطلعهم. فانت بالميت وبالصافي الارباح طالعه معاك كام؟ طالعه معاك 10000 جنيه. ايه اللي محتاجه من المشروع ده؟ محتاج كذا حاجه. اولا محتاج انك تشتري المكنه اللي انت هتنظف، عفوا، اللي انت هتكسر بيها القطع بتاعه البلاستيك ده الى قطع صغيره جدا، الى فوتات صغيره. اللي محتاجه تاني، محتاج تعرف الاماكن. انا الاماكن كلها موجوده قدام حضرتك اهي، الاماكن موجوده تمام. محتاج تعرف الطريقه، او محتاج تعرف المصانع اللي هتشتري منك البلاستيك الصغير ده. طيب البلاستيك الصغير ده المصانع هتعمل بيه؟ لا، المصانع بتعمل بيه حاجات كتيره جدا 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 يكاد انت لا تتخيلها. يعني لو جيت مثلا هنا كتبت مثلا اغطيه بلاستيك، تيك أغطية بلاستيك، شفت الأغطية أنت حضرتك اللي أنت شايفها دي؟ دي معمولة، الأغطية أو الحاجات الصغيرة دي معمولة من الفتات اللي أنت اللي إحنا بنتكلم عليه. يعني الفتات الصغير ده كده، كل الأغطية دي معمولة منها، كل الأغطية، خاصة الأغطية اللي زي دي مثلا. في غطاء اسمه بي إي، وفي غطاء اسمه بي إي تي، وهكذا يعني، وفي غطاء اسمه بي 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 بي، تمام كده؟ كل الأغطية دي مصنوعة من الحاجات الصغيرة دي اللي أنت مستقل بيها. فانت دور حضرتك دلوقتي محتاج الماكينة، تاني حاجة محتاج تعرف تتعرف على الأماكن اللي بتبيع أكتر، تالت حاجة محتاجها تعرف هتبيع لمين، هتبيع المادة الخام بتاعتك دي لمين. ما تنساش حضرتك لو مش عارف تبدأ في المشروع ده، يا ريت تقول لي بس إيه الخطوة اللي أنت واقف عندها، وتكتب لي في التعليقات وأنا برد على كل التعليقات. كمان ما تنساش حضرتك إن إحنا بنقدم مجموعة دراسات الجدوى، لو حد محتاج مشروع لدراسة جدوى، أو محتاج عنده مشروع، مش شرط المشروع ده، عنده أي مشروع وعايز المشروع ده يقف على رجليه، أو لو أنت حضرتك عايزة مشروع يتناسب معاك ويتناسب مع ظروفك، أنت بتتصلي بينا وإحنا بنقول لك إيه المشروع اللي يقدر يتماشى معاك، أو بنوفر لك مشروع يتماشى معاك أو معاكي، وفي المقابل بناخد مقابل رمزي جدا في مقابل الوقت والمجهود بتاع دراسة الجدوى. كمان ما تنسوش للأعمال الكبيرة، أو الناس اللي داخلة مشاريع أكبر من كده وعايزة المشاريع بتاعتها تستثمر فيها بشكل أكتر، فإحنا بنقدم مجموعة من الاشتراكات موجودة في القناة، في الانتساب بطريقة عادية اللي هي للاستفسارات اللي هي بتاخد مثلا وقت صغير، في دي الباقة التانية خاصة بالأعمال، والباقة التالتة والرابعة برضو خاصين بالأعمال. ما تنسوش لو عندكم أي تعليق تكتبوا لي في التعليقات بتاعة الفيديو، وأنا برد على كل التعليقات. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل الفيديو لأكبر قدر ممكن من المتابعين. مشاهدينا الكرام، على أمل اللقاء في فيديو قادم، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.